اليوم أنا دخلت على سكاي وورز ماينكرافت الجوال ولقيت إنهم نزلوا مود جديد. فالسلام عليكم شباب، شخباركم؟ إن شاء الله كلكم خير وصحة السلامة. رجعنا لكم مقطع جديد يا أساطير. قبل ما نبدأ وقبل ما نقول شيء، أنا آسف جدا على جودة المقطع السابق المتردية، فأتمنى أني أصحح خطائي بهذا المقطع. فيلا ماكو بعد شي اقوله، خل نبدا بالمقطع. اوكي يا جماعه دخلنا وما شاء الله، طبعا والله العظيم يعني المود ابد ما مجربه، دخلت وبوم يعني راسن مفاجاه بوجهي، ما في كلام راسن. طبعا اللي يسالني ليش حاول تحكم ماتك عشان تصور شوي عشان القلوب وهالسوالف، يعني نوب مره بالش اسمه بالتلويت. فأتمنى تغلسون على هالشغلة لأن راح تشوفون شيء كلش مش شايفيه من عندي. أوكي والله غراض حلوة صديق. أوكي نتحرك على ذاك اللي ما يعرف يبني، نزلت البارحة مقطع. أوكي ورايح ملوت النص ماكو مشكلة، لكن أوكي الكومبو مالتي متحسن، يعني من زمان ما شفت نفسي أضرب كذا. بسم الله، تخيل والله لو اجيبها فيك، تخيل. بسم الله بسم الله بسم الله يا الله يا بسم الله. بيرفكت، نصعد. اول جيم، يا رب لا. اوكي يا جماعه دخلنا للماب الثاني واخيرا بعد الفشله الاولى، يعني طبعا عادي، يعني شغله جدا عاديه. طب خلعت شنو ايش قلت قبل شوي؟ المهم غلسوا. المهم خلعت ارفلكم بشي. انا كنت قبل الصراحه يعني لما نلعب سكاي وورز واصور لكم كان التصوير ماتي كله فيك، يعني ما كنت الصوت كنت احطه بالمونتاج، والسبب الحقيقي لانني ما كنت العب يعني باوقات يعني زي التصوير، يعني العالم العربي كله يعرف انه الوقت ما التصوير هو بس الصبح، يعني الساعة بستة شيء زي كذا، يعني ما اعرف اذا انت تصور بهيج وقت لكن انا اصور هيج وقت. اوكي انت وين دقيت هاي الكلاوات؟ زين هاي كلاواتك وين دقيت؟ الله والله عرفت، لكن اوكي عبالي ادق. اوكي يا جماعه دخلنا مره ثانيه وهنا عندنا تصويتات، لكن اوكي غلسوا، ما في رتبه الصراحه، لحد الان ما حصلت رتبه من زمان تحصلها. فالمهم خلينا نوصل عاد 4000 مشترك ان شاء الله، وشكرا على 1000 مشترك يعني اللي متابعيني قبل على مود سكاي وورز، يعني تقولوا اذا ما تدرون ترى كان محتواي قبل كله بالي جيمز، يعني شيء حلو، يعني نقول شيء حلو. اوكي بسم الله خلنا ناخذ. اوكي بسم الله بسم الله، بسرعة 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 بسرعة. دايم مان دايم برو، ليش هيجي؟ نجيب لك عودة هسه ونعني على ضلوعك؟ لا يا رجل. اوكي يا جماعة دخلنا مرة ثانية، يعني صراحة خلاص يعني نوب شغلون اناشيد حزين، اناشيد حزين. اوكي خلاص جست الثاني دايم مان. بس اي سوء شيء تظنون؟ اظن انه هو انهم مخلين بس فويد، يعني بس تصويت، يعني ماكو ايش يسمونه كيتس، والصراحة يعني شيء منطقي لان اذا تباع الشغلة ترى اذا اكو كيتس يعني خلاص الشغلة خربت، يعني صراحة يعني بالنسبة لي يعني من منظور الخاص. ان شاء الله ما يدخل ضدنا. اوكي بس يا رب لا 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 يا
اوكي يا جماعة، دخلنا بقى اخيرا بعد مدة من الزمن. طلعت على مود لا ادخلوا لذاك النوب اللي سوى حياتي ضيمس، يعني شيء مرة كريه. تخيل يعني انا دي افلت من عندك يا اخي، ليش تدخل وياي؟ ما اريد ادخل وياك يا اخي، شني يعني ما بدي العب ويا معرقين، اريد بس ادخل جيم واحد افوز وخلاص اطلع اشوف المودات الباقية اللي منزليها. يا اخي شنو راح نلزق بهذا المود؟ شنو ليش شلون تحصل تشست تو بلاي؟ منين تحصله؟ ابن ال انا ما احكي عادي، سبني على راتك، سبني لا كمان دايموند يعني. اوكي يا جماعه ماب جديد واخيرا، يعني يا اخي شيء صعب. اعتقد راح اضيف ميمز وتحشيشات لهذا الفيديو عشان يعني اضحك. محمد اضحك عبد الله اضحك يلعن اضحك. على الموطة برد اسلوب تلويتي مال نوبز بزاف عمي بزاف. لا يا عمي خلاص ورب تر اوكي يا جماعة، دخلنا واخيرا يعني سالي ساعد عي بقول بلكت يا ربي بسم الله بس لما يدخل وياي ذاك اللي كل شوية داخل وياني ويجلدني لا اله الا الله محمد رسول الله. سو اوكي ان شاء الله ما دخل هذا الجيم. خل عاد شوية يا اخي نستمتع بالماب. اول ما تدخل ماكو معارقين. لا يا اخي روق شوي. كده اقول انين دي يجيب هذا تشست بلايت ويطلع هذا تشست بلايت مقلش لو هو هيك اللعبة ضايفته. اوكي الحمد لله مو نفسه ذاك. سو خل نجلده بسم الله. لا هو نفسه لا شنو نفسه عمي كان ذاك الشق. لا علق ما عم يضرب. اوكي رجع. آسف. اوكي واخيرا فزنا جيم واخيرا. خلينا ندخل جيم ثاني. خلينا نلعب لعب سريع بزاف. عشان ايش؟ عشان ما نخسر زي كل الايام طبعا. بزاف اعتقد يعني اخوانا من المغرب شوية ثقافة من عندكم، لان يعني بزاف اعتقد هي يعني معناتها بك كثير او زي كذا شيء يعني ممكن. انا اعتقد هذا الشيء يعني هو هذا اللي يتذكر انه بزاف يعني زي الكثير. احنا بنقول هواي بالسعوديين كثير ومغرب بزاف. اوكي الحمد لله وشكرا ممكن. اوكي وين تشست بلايت الدايموند؟ شكرا ايش صار؟ اوكي المهم اوكي دخلنا نفس الماب فخليكم مع اوكي يا جماعه خلصنا وطلعنا النص، فخلونا نروح عشان نشوف اين ذاك الخصم الرائع او البليء او الجميل قصدي يعني. اوكي anyway ما اعرف اخوان والله ما اعرف هذا التحكم يا اخي. انا واحد اليوتيوبرز كلهم يلعبون بالتحكم مال كلاسيك، بس انا لازم بهذا التحكم العادي يا اخي. ما اعرف الذاك اعتقد شاف الفيتور صغير وصدق يعني صدق كلش صغير يعني فدنا بصغير. سو يعني ما حد اتمنى ما حد يلومني اذا يشوف لعبه فدنا يعني لوزر هذا التحكم. سو يا عيال شوف هذا وان ضربني يا عمي. تعال 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 تضربني ليه؟ قسم بالله بضربك. تعال هني تعال اذا انت رجال تعال. طب ويت ا مينيت بس باكل. لا اوكي بطير
تعال اصعد اصعد اصعد، ادري بيك تريد تصعد، ادري بيك تريد تصعد، تعال تعال تعال. لا لا لا، عندي سيف ايرون مطور. لا بس بس اوكي اوكي، بسم الله. بس كومبو كومبو، لا لا مستحيل، لا مستحيل. هذا الجيم اذا فزته راح تكتبوا لي بالتعليقات اني محترف، واذا ما فزته ما اعرف. رجوان رجوان لا حد يكتب لي بتعمل كي خلاص. ساتش الله بي كرينج كي، خلينا ناخذ في السرعه جست بلاي. ما في جست بلايت. ايش جست بلايت؟ فين جست بلايت؟ اريد جست بلايت. اوكي جست بلايت عندي اوريدي. اوكي اوكي، من هو يا برو؟ اوكي فزنا فزنا، المهم فزنا يعني. اوكي دخلنا المود الجديد اسمه لاكي ميجا مدري ايش بلا 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 بلا. بس شوفوا كم واحد داخل، اعتقد من عندكم متابعيني. زين سؤال سؤال، شباب اللي عنده قناه شنو شنو يعني، اذا مثلا عندك يعني بعدك يعني بالبدايه وشفت وشفت مشتركين عندك. هلو هلو هلو، ديس اوني موجيز ايموت ايموت. المهم اذا فد يوم من الايام دخلت ولقيت ماتك المتابعين، شنو ردت فعلك راح تكون؟ شنو يعني شنو فرحتك يعني؟ لحد الان يعني اعرف فد يوم من الايام ادخل والقي متابعين، ايش شعور؟ بس والله يا اخي يعني الحمد لله التليفون لحد الان بطاق يعني، كل ذول اللاعبين ومطاق يعني الحمد لله والشكر. سو شيء اسطوري صراحه يعني، لان فعل وضع الاداء العالي يعني سخام سخام على الجهاز يعني جهاز السحر حرفين داخله قاعد يبكي ويعيط وكل شيء كل كل شيء مو زين بالحياه قاعد يصير بي. دي سؤال، تحبون سلسلة حسام كرافت اكمل بيها لو اسحب على امها ولا كذا ننزل بيها ولا حلقة بعد؟ كيفكم انتو؟ انا ما لي علاقة. اذا تريدون نكمل اكمل عادي ارجع للسلسلة، واذا ما تريدون اكمل بكيفكم، هذا الشيء يعود اليكم. او ماي جاد، لازم 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 بسرعة انزل. اوكي رد تسوى امل، جيب الووتر باكيت. بس العيد 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 عيال كيف يا عمي حل. لا اوكي بختل واخذ جست بسرعه بسرعه. لا والله والله اوكي يا جماعه دخلنا سولو عشان المابات تقييمها 0/10. حش السؤال الدوز الدوز مره مره ادمان مره اسطوري يا اخي. من اخلص تصوير ان شاء الله راح اتدرب بالدولز. طبعا من زمان رديتهم يضيفون هاي الاضافة، بس همزين همزين شو اسمه شركة كيوب كرافت قالت اي والله صدق يعني العالم كله نزلت دولز، ليش احنا ما ننزل دولز؟ وش اسمه والحمد لله واخيرا نزلوا الدولز. فشي يعتبر شي جدا اسطوري واسطوري واسطوري. كم من سو فيس كم يوه 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 لا شاق شاق يعني الصراحة يعني وجهي مو هاي يعني مو وجهي يعني مال شو اسمه مال واحد يسوي فيس كام صراحة يعني بدون 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 تعيب على خلقة الله. بس الحمد لله أنا عندي يعني مو مشوه ولا بيشي سو شي يعني الحمد لله. بس يعني وجهي مو نظر عشان واحد يباع بوجهي مثلا يعني يظل يتابع مقاطعي درجة يعني اسطورية وكذا، بتسحبوا على ام القناة يا عمي. ما اريد انزل فيس كام هذا السبب اعتقد يعني ما بغير سبب. اوكي لا والله لا 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 توقعني هيك وقعة سخيفة انا ما اقبلها، انا ما اقبلها لا على نفسي ولا على اي بشري بهذا العالم. اوكي ممكن 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 اوكي راح اموت بس اوكي اوكي مقاومة مقاومة مقاومة. انا عندي فكرة عندي فكرة عندي فكرة. اوكي الحمد لله والشكر، حطيت بلوكس بشفت واعمل لي طريق. وربي هروب هروب مرة مرة اسطوري يا عمي. ايش ده؟ بس خلاص انتهت فترتك بالحياة. اوكي خلاص خلاص يا حج خلاص. اوكي شلون اقتله هسه هذا؟
بس موت الله ياخذ العدو. الحمد لله والشكر واخر ما كي يا جماعة لقينا اخر واحد باقي بالجيم اللي هو ذاك يا اخونا في الله. تعال 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 اعتقد هو هذا نفس اللي رتا وقع من البداية بس قلت لم تزبط لكن يا الله شارب بوشن لو شارب بوشن لو هو اسكن نهج اوكي يا جماعة دخلنا الجيم الثاني يا اخي والله شيء مرة اسطوري اصلا عادي يعني بس والله جيم حلو يعني الصراحة ابغى اطور مهاراتي بس اوكي ثب تصلح ترى كل صار سامازب اوكي جو جماعة اللي ما يدري ترى ذب وخربان مرة في كيوب كرافت صاير يذبون الاغراض برا عشان ايش عشان انت تخسر شوف وين الاغراض ذبوها شي يعجب يعني ما اعرف شو اقول بس الله حسبي ونعم اوكي بسم الله نصعد اوتو جامب طبعا اوتو جامب شرحت عليه بالمقطع السابق ليش بضرب بيدي لا والله لو بقتلك تحطوا لايك لا 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 يا الهي اوكي ما اشوف لكت او ماي جاد او ماي جاد شلون كذا لا اوكي ما مشيت لا المي لا دريم حركات دريم اوكي بسم الله اوكي اقدر لا يا جماعة دخلنا الجيم الثاني يا أخي والله الجيم صارت تقهر يا أخي والله شيء بس خلينا نطور يا أخي نطور من محتوانا نطور من أوكي واحد وراي والله يا أخي إخوان اخترعت ماكم علاقة بيه اخترعت مو يعني اخترعت شيء لا ما اخترعت اوكي جاني يا عم روح خلاص هالحركات صارت قديمة اوكي كيف ما مات يعني كيف ما اعرف ايش فيه ما اعرف الولد هذا لاق وخبى وما اعرف يعني ابغى واحد يفسر لي كيف هذا ما مات ايش بيطير بالفويد ولا كيف يا عمي يعني why you have to be mad اوكي يا جماعه دخلنا واخيرا بعد مده طويله من الزمن لكن ما في مشكله anyways والله يا اخو اللوت مضبط تمام هذا اللوت اللي نسميه احنا بالعراقي اللوت الخرافي البوتوتوتو هيلي هو خلت تروح التأثير مال جولدن ابل مالته لان هسه حرفيا عينا اللي شارب هف يا شيخ اهبك هف من هذا الخمسة وأربعة شارب ادرينالين هاي مال ادرينالين اللي ايش يسموها هاي اللي تعطيك سرعة زيادة عن اللزوم بورزون من متابعين وورزون خلاص عفو وورزون ركز يا رب عفوك وارضاك اوكي يا جماعة دخلنا واخيرا بعد مدة قصيرة من الزمن سو خلنا ناخذ ليش اخذت شيف شنو ايش حاطب عقلي اوكي ماكو مشكلة حسام اخذت شيف اشتغل بالشيف اوكي بنائي الزبال بسرعة بريج اوكي يا جماعة واخيرا دخلنا بالماضي القديم الدباب حلو طيب اوكي عندي فكرة بما انه تحكم جديد وحركات بركات فخل نبني البناء الجديد موقع شو ما كنا قبل نعمل بالبلدر اوكي ليش معرقين ليش دايم برو ليش لا والله مش قصدي والله مش
اوكي يا جماعه دخلنا لكن نسيت المقدمه. اوكي اوفر باور، انا هموت على اوفر باور. المغربيه ترى احب الاوفر باور، وال يعني اني لو شو اسمه لو عندي رتبه اوفر باور، كله اوفر باور بدون كلام، بدون شو اسمه، بدون مقدمات. خلونا نبدا بالمقطع. اوكي بدون مقدمات راح اوفر باور اختار. سو احب الاوفر باور لان بي السيوف يعني تحرق وتثول اللاعبين، فانا احب هاي الشغله بس اكرهها على نفسي. يعني فهمت انت؟ لو ما فهمت اوكي بنت غلط. خلينا باوع اربع بلوكات اوكي، ثم بسرعه لوكتين من هني عند سبرايس يا ابن الحلال. سبرايس الله ياخذ العدو، الله ياخذ العدو. كيف اوكي اخونا في الله وقع ذاك. اوكي انا احترقت. سيفه قوي مره، سيفه مره قوي، امه اسطوري. اوكي دمي لا. اوكي يا جماعه دخلنا بالماب الجديد. يا اخي شوف لوك ات ذس، والله يا اخي شيء ابداع. واخيرا كيوب كرافت سوت شيء يا اخي. واخي اوكي ايش صار وربي يمكن هذا كان سبير لو ما اعرف يعني، بس المهم يعني خلني استكشف الماب. سوى نتنقل فيه، لا ارجع ولا ارجع ايش العلاقه. المهم نتنقل فيه الاماكن الجميله اللي اضافوها في تحديث 1.19 مود مليون. صراحه يعني بتحديث 1.19.10 هو واحد من يعني اسوء التحديثات، او خلينا نقول 1.19 هو واحد من اسوء التحديثات، لان يعني خلينا نتفق على شغله. من يريد يحارب وحش ما تقدر تقتله، يعني ليش تنزل وحش للعبة ما ينقتل اصلا؟ يعني ايش انا عندي شو اسمه 50 ايرون جولم حماية على مود يقتلوا لي شو اسمه الواردنز؟ ايش انا ايش غني برو؟ روح انت اني ما شو اسمه حياتي بخطر وانت قاعد هنا مأفك. يلا اسطوري كل شيء تمام، ما في شيء مو زين غير انه مره لاقي ومره ما بفايده ومره يضوج. وانبناياته صراحه يعني جميله، يعني لوك لايك يعني شوف شو حلو يا عمي. سو يعني يعتبر ماب اسطوري بنفس الوقت للاجهزه القويه، لان هسه حاليا انا قاعد ما اعرف على كم فريم قاعد العب. خلنا نروح هنا نباوع بعيدا عن ذولاكي ونضرب ذاكي. الله يساعدك حجي. لا 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 برو لاق عندي لاق. لا حل عني الله يهديك برو. دايم سن. دخلنا ماب جديد اللي هو ماب الساعة. شوف شنو رأيكم نلعب سوا في اليوم من الأيام. والله يا أخي نتحداكم نلعب ضدكم، والله الفكرة شيء ممكن يكون اسطوري، بس يعني اذا على البث المباشر ما حد راح يدخل له. وهسه بهاي اللحظة راح اقول لكم ليش، لان وقت تصويري اوكي الحمد لله وشكر ربي ما ميتت. اوكي لان وقت تصوير ومونتاجي كله الصبح، فيعني اذا واحد يبغى يلعب معايا لازم اوكي اللي يبغى يلعب معايا لازم يقعد الساعه بالستة الصبح او بالخمسة ونص. فاذا يعني انت ما قاعد بهاي الاوقات سلمي على الشهداء اللي معك، يعني بقوسين يعني بدون حرج صراحه. يعني موت يا ربي، موت يا رب مرة واحدة. لي كي يا جماعة دخلنا بهذا الماب الاسطوري اللي ماكو مثله. زين شباب خلينا نشوف شغلة.
خلينا نحاول بهذا الجيم نجيب الانشانتينج جولدن ابل. شنو رايكم؟ هسه تقولوا لي اصلا اكو انشانتينج جولدن ابل؟ اذا كنت لاعب اوكي هذا تشيست فايف جديد. اذا كنت لاعب قديم بسكاي وورز كيوب كرافت راح تعرف انه كيوب كرافت سكاي وورز تحتوي على انشانتينج جولدن ابل واللي هو شيء وحده يعني ويطير العقل شيء اسطور حرفيا. فخلينا نحاول نجيبها بهذا الجيم. بس قبل ما نجيبها كذا مروق. نعم انت ما تشوفني يعني بابني كذا بس لعبي مرة زفت يعني شوف زي كذا زفت يعني. Look out yourself man, look out yourself please. No please god, oh my god اقدرت اسوي سلابز بسرعة. Oh my god لا 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 مرة لا. Okay بسم الله بليز برو لا الله برو الله يهديك برو لا بس خليني اعبي لا كافي مود العصبيه شغل مود العصبيه يا برو اعطيني اعطيني ايش يسمونه اعطيني ديريري. دقيقه لا غير وحده. اوكي فلت 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 ما اعرف كيف بس فلت. اوكي ما في عندي بلوكس الصراحة. شي خزي مرة ليش فتحت شيست ليش لا. اوكي يا جماعة اخر جيم في تاريخ ماينكرافت سكاي وورز. حبيت اختم المقطع بهاي اللي يسموها سكاي وورز بسكاي وورز تولز. سو يعني اتمنى يعجبكم المقطع. لا تنسوا اللايك شباب يعني ترى والله يعني اللايك يعني ما بيشي ثاني ناني يعني شخص يعني لطيف حطوا لي لايك الله يهديكم يعني تعرفون يعني اللايك ما اللايك ما مهم ذبه ولا تهتم. ليز اوكي نايس. بعد ما خلصت لازم شو نسوي نحط ثم والله نمشي وبعدها يلا نقص تمام كذا يلا ضبطناها. اوكي ما استكشفنا الماب من ورا ذولاك المعرقين سو خلي نقمز ونستكشف الماب شوي. خلي كسر هذا الجست بيدي احسن احسه كذي. اخيرا واخيرا طلع لنا السيف المطور اللي كان يطلع لاعدائنا. سو بسم الله هاي فزنا الجيم. اوكي يا جماعة لهنا اقول وصلنا لنهاية المقطع. اذا عجبكم هذا المقطع حطونا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس على مود يوصلكم كل جديد. واذا تبغوني اكمل في سلسلة حسام كرافت اكتبوا لي بالتعليقات عشان نكمل السلسلة. ويلا ماكو شي بعد اقوله مع السلامة باي.